كرة لمصلحة فريق الأنصار، يا سلام على طه العزيزي، يا سلام أيضا مرة جديدة الأنصار بالهجوم، يا سلام على طه العزيزي، جول، هدف لصالح فريق الأنصار. اللاعب رقم 20 بالفريق الأخضر مصطفى ظاهر عم بيسجل الهدف الأول لمصلحة فريق الأنصار. شوفوا الإعادة يا أعزائي المشاهدين، شوفوا مصطفى ظاهر كيف أخذ الطابة. أوقات بيكون كرة لصالح فريق الأنصار، يا سلام على المرور، يا سلام، جول، ريان نجاد، ريان نجاد عم بيسجل الهدف الثاني لمصلحة فريق الأنصار، هدف ثاني لمصلحة فريق الأنصار مثل ما عم نشوف بالصورة. شوفوا الاحتفال الأنصار، يا سلام، الله، فريق الأنصار وأشبال الأنصار اليوم روعة ما بعد.